تصوره، بالرغم من انه هو من عيلة محرز، انما صعبان علي قوي. اه والله كان بيسلينا احسن من الماتشات. ده لو مات وجراله حاجة بسيمة وام الخير هيورثوا الفيلا وهيقعدوا معانا. وام الخير ايه؟ لا محرز ارحم. عشان كده لازم نحقق له كل طلباته زي الدكتور ما قال، جاي صحته تتحسن ويتشل بدل ما يموت. يا رب. انا تعبان ومش شايف حاجة. سلامتك يا محرز. انت مين؟ انت الدكتور؟ لا ده توتي. اما انت توتي، فين البالتو الابيض والسماعه؟ ده مش الدكتور يا محرز، ده توتي. انا تعبان ومش شايف حاجه. معلش معلش يا محرز استحمل. انت مين؟ انا سوزي. الله، واسمك حلو زي شكلك، ليه كده؟ اشمعنى دي يعني اللي سمعتها؟ انا تعبان ومش شايف حاجه. وايه علاقه السمع بالشوف؟ بقول لك ايه، طلع الناس دول بره وتعالوا اقعدي جنبي، انا تعبان. بس دول مش ناس، دول عفاريت. ولعي فيهم. بس انا برضو عفريته. ما تقوليش على نفسك كده. يلا اطلعوا بره. نطلع بره ازاي ونسيبك معاه لوحدك يعني؟ توتي احنا اتفقنا على ايه؟ على ايه؟ بره يا عم انت وهو، بره بره الفيلا فيلتي. نحقق كلامه. اطلع بره يا خسيس انت وهو. خير يا جماعه؟ في ايه؟ اتصلتوا بيا وجابيني على ملأ وشي، في ايه؟ اقعد اقعد اقعد، الموضوع ابسط من كده خالص. ايه؟ محرز فرفر. فرفر بمعنى جو؟ بقول لك فرفر يعني مات. لا 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 حول ولا قوة الا بالله، محرز مات المية في حياتكم. جرى يا راجل انت؟ في ايه؟ بقول لك فرفر نص تفريرة، لسه ما شيحش خالص، قدامه يومين ثلاثة ويموت. انتوا ناويين تقتلوه؟ يا قتلة يا سفاحين يا مصاص الدماء. لا ده انت جنه جنه، في ايه؟ مصاصي دماء ايه؟ شايفنا رايه وسكينه؟ يا عم المحامي، هو لوحده كده تعب فجأة. تعب فجأة ازاي؟ صحته كان زي البوم. اهو نقي اهاليكوا، ده هو اللي عين راجل وجابوا الارض لحد ما اتخرم وهيغرق الفيلا ويغرقنا كلنا. مونس حوش الست دي عني. بسيمة. ايوه. خلاص. حاضر يا مونس. بتحترمني قوي. انما لو قل ادبه تاني هضربك بالشبشب انت وهو. واضح انها بتحترمك على الاخر. بس هدي نفسك يا عخور من سده. بقول لك ايه يا استاذ، سيبك من اللي بيجرى ده كله، المهم نصيبنا في الفيلا ايه؟ حسب دراسه القانون انت ما تملكيش اي حاجه ولا تورثي اي حاجه، الوريث الوحيد هو بنتك، زوجته يعني. بالزغرطي انت فاهمين الموت غلط. طب انا دلوقتي ام الزوجه، وانا ممكن ابقى جزء ام الزوج. بس يا اللي بنتك هبله. اعوذ بالله منكم، عايزين تورثوا الراجل بالحياه؟ بسمسم. ايوه يا اما. بستك عليه. اخر كلام؟ جي القرنوجي. حاضر. ايه ده؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ عمونس. اضرب انا يا اما، مش هتساعدني؟ يا مونس. اضرب انت ونشت. حاضر. حوش الست دي عني. ما انا لو حشت هبقى مكانك، وبعدين ما تقلقش، الشلته دي ما بتوجعش. ما بتوجعش؟ طب خد جرب. هو انتوا نجدتوا ولا ايه؟ ايه يا بسيمة؟ طمنيني على البتنجانة. الحالة خطيرة، الورم وصل للبذر. ايه؟ يعني مش هتنفع تتقلي؟ للأسف. ولا تتسلي؟ ولا تتحمر. مؤنس، حط لي الطلبات دي بسرعة. حاضر. ايه ده؟ فص توم واحد؟ وزنه من 7 ل10 جرام. للدرجة دي الحالة خطيرة؟ اه. يا خبر. طب وده اجيبه من اي صيدلية؟ لا من بتاع الخضار، دي طلبات الدكتور يا مؤنس، والا محرز هيتنفخ ويفرقع في وشنا. ايوه بس معقول اروح لبتاع الخضار اقول له عايز فص توم واحد؟ معقول يا مؤنس، تظبيط الشغل اهم من الشغل، ولا انت عايزني يعني اليط شغلي زيك؟ ها؟ لا لا خلاص، احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. ونعمة بالله ونعمة بالله يا مؤنس. ايه ده؟ ايه ده اللي انا شماه ده؟ ايه ده؟ منك لله يا مؤنس، قعدت ترغي لما صينيه البطاطس اتحرقت. معلش احنا ضحينا بالبطاطس عشان البتنجان يعيش. مالك يا اسطوره؟ انت تعبان ولا ايه؟ ولا انت بتلعب الهيلهوب؟ على فكره الهيلهوب مش بالرقبه، الهيلهوب بالوسط كده اهو. في دبانه قرفاني، بقول لك ايه خلصني منها بسرعه. وحد قال لك ان انا مبيت حشري؟ خد اقتلها. انت عايزني اقتلها ولا العبها بينج بونج؟ بقولك ايه، انت هتقتلها ولا تقرفني؟ خلاص هموتها.
ايدك على 10 جنيه ليه مأجر قاتل محترف ولا ايه؟ انت عايزني ابيع ضميري وقت الروح بريئه كده ببلاش. خلاص خلاص سيبها تسليني. يا سبحان الله، لما انت ناوي تضرب صحوبيه كده مع الدبانه وجع دماغ انا ليه؟ ايه رايك بقى تصطادها؟ انت محسسني انك بتكلمني عن غزاله هتصطادها. على العموم امر لله، هروح اجيب المبيد الحشري على حسابي. لا يا نصح، انا عايزك تصطادها صاحيه. صاحيه خلاص، هروح اشتري لها قفص على حسابي. يا ظريف. قالت لي هل تم محمد كلمة يا في مثلايا، سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحه معايا. إنه يا شنكة كارك. ارقصوا يلا، وقفت نرقصوا. هما مين دول اللي يرقصوا؟ لا ده فرقة رضا. ده انا كنت بحسبك بتكلم العفاريت. ما هم العفاريت بس من فرقة رضا. وده حقيقي ولا الحالة اتطورت وهتتحول زلحفة؟ بقول لك ايه، انا قرفت من الاكل بتاعك دوت. ما هو الدكتور قال لو كلت اكل تاني هتتنفخ وتفرقع في وشنا. انا قرفت منكم ومن بسيمة ومن كل حاجة في الدنيا. طب اعمل لك ايه بس؟ يا عايزني نعمل لك ايه؟ رأس ورأسنا لك، نعمل لك عجين الفلاح يعني؟ طبل وطبلت لك، هز وهزت لك لغايه ما بقيت شبه سعد الصغير، اعمل ايه تاني؟ دلع ودلعنا لك، عايز ايه تاني؟ انا بصراحه عايزكوا، انا عايز عروسه. اقول لكم حاجه، انا عايز اتجوز، نفسي اتجوز. ايوه يا ولا، السلام عليك. قالت لي هل تفهم؟ ايوه كلمه يا في مثل سرقوا الصندوق يا محمد لكن فتحوا معايا. ولا عليك يا ولا، هل عليك يا ولا، وبسيمه وشي ولا، هل عليك يا ولا، هل عليك يا ولا، هل عليك يا ولا، وبسيمه وشي ولا، هل بسيمه وشي ولا. انا غسلت المواعين وسلكت البلاليع واستحميت ورشيت على نفسي كالونيا زي ما قلتلي. لسه ريحتك معفنه. وانا صلحت الغساله، بس غسلت الهدوم على ايدي عشان الهدوم ما تبوظش. غسلتي ايه؟ انا مش فاهم منك حاجه. بقولك ايه، اجري اعمل لك كوكتيل اوام يلا. وانا بقى اروح اقيل لي شويه كده اريح. انت بقى بالذات عايزك تعمل لي عصير ليموناتا، وعلى فكره ما تعصرهوش. ما اعصرهوش؟ امال اعمل ايه، اقرشه؟ بقولك ايه، انت بتكلميني؟ يلا على المطبخ امشي. يلا يما امشي غسيتي. انا جبت لك الجرايد اهي. شكرا شكرا. بقول لك ايه، اقراهم لي مقاله مقاله وصوره صوره. طب تحب ابتدي باني جورنان؟ اقول لك حاجه، انا متضايق. انت ايه اللي مضايقك بس يا محرز؟ ولا الواد ده مضايقني بصراحه، وانا مش هعرف اركز وانا بقرا الجرايد. يعني انا ابطل قرايه الجرايد؟ انت بتتلكك ولا ايه؟ وموقف ومتعالوا لي هنا. قوموا قوموا. خد يا قمر، تعال انت، تعال اقعد انت. انت الحته الطريه، انت احلى واحده. طب واحنا بس زعلناك في ايه يا سمحرز؟ انا مش قايل لكم تجيب لي عروسه؟ وهي احنا هنجيب لك عروسه المولد. الله، ما هو لازم ندور على عروسه تليق بيك. عندك حق. بقول لك ايه، ايوه انا عايز البت دي، البت دي. انا عايز اتجوز. ايوه عايز اتجوز البت دي. تتجوز مني عليا؟ لبس اتجوز اربعه، اصل دماغي مطرقعه، واحده بيضه واحده تخينه واحده رفيعه. هتجوزها ده انا اللي هخلي دماغك مربعه. جرايه يا محرز، يعني اللي انت هتتجوزها دي امز مني؟ لا اقول لك حاجه، دي مزه، لكن انت مزه. يعني ايه مزه دي يما؟ المزه دي اللي بيحطوها جنب البيره وبيسكروا بيها. وانت يما عرفت الحاجات دي منين؟ كنت بشوف الافلام القديمه الابيض واسود، بشوف الاستاذ شكري اباظه وهو بيسكر وبياخد المزه. شكري اباظه؟ ايه جاب شكري اباظه؟ اقول لكم حاجه، عيله واطيه. طب واحنا هنجوزك البت دي ازاي؟ اتصرفوا بقى، انا عايز البت دي اللي بتقول حط ايده يا على رجلي يا والنبي عاد. طب خلي حد كده يحط ايده وانا كنت اقطعها له. اقول لك حاجه بسيمه؟ اقول لك انا يا محرز. اتفضلي. فيها ايه يعني لو انا اللي غنيت لك حط ايده يا على ايدي يا اقول لك فيها ايه؟ فيها انا ممكن اقطع ايدي دي وايدي ده ولا انت تلمسيني ابدا. اقول لك حاجه، انا كرهت بوسي وكرهت الاغاني والواد الليسي وعمرو دياب وكتكوت الامير. اقول لكم حاجه، انا خلاص زهقت زهقت. بقول لك يا بيتش، حطي ايدك عليا انا. انا خلاص تعبت من محرز ومن طلبات محرز. ده لما كان بصحته كان اضعف من كده. شو هو مش الدكتور قال هيموت يوم الاربع
والنهارده الاربع، مستني ايه؟ مستني صلاه العشاء؟ ياما مش تركزي، ما انت كنت قاعده ياما والدكتور قايل قدامك محرز هيموت الاربع بعد صلاه الجمعه، انت بتبقى قاعده بتعملي ايه؟ يوه هو انت يا بنتي عايزاني اقعد واركز؟ يعني ما تعرفيش تعملي حاجتين في نفس الوقت؟ يا بنتي خلاص انا كبرت ما اعرفش. بس انا ياما بعرف يعني. ليه بتعملي ايه؟ بنام واحلم. ايوه يا بنتي انت لسه صغيره والطريق قدامك طويل. ياما ربنا يخليكي ليا. سيبيني اركز اوعي. بقول لك ايه يا مؤنس، ما تروح يا اخويا تتصل لنا بالدكتور يجي يفرقعه ونخلص. ما معهوش موبايل. روح هاته من العياده. ما عندوش عياده. امال انت جايبه منين؟ إيه؟ من على القهوه. دكتوره بيقعد على القهوه؟ لا هو مش كان قاعد على القهوه، هو شغال في القهوه. مؤنس تعالي باب. تعالي حبيب، خافش باب. بالراحه بلاش الشمسه دي، بلاش الشمسه دي. انا خلاص 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 زهقت منك يا مؤمن. ده انت يا مؤمن غبي. لا يا مؤمن، يا مؤمن يا غزيبه، احبك يا مؤمن. خد نفس عميق. ما شاء الله، طلع النفس العميق. افتح بقك. لسانك برا. رده تاني على جوه. يا ما شاء الله ما شاء الله، ده انت زي الحصان. زي الحصان يا دكتور؟ ده انا ما بشوفش والله وتعبان. يا راجل اوعى تقول كده، ده انت فل الفل. جو مش انت قلت هينتفخ ينتفخ ينتفخ ويفرقع في وشنا؟ يا هانم الكلام ده انا قلته اول امبارح، لكن كلام اول امبارح غير كلام النهارده غير كلام امبارح. الطب كل يوم بيتقدم، وكل يوم فيه ملازم وكتب واجندات ونتائج. يعني احتمال يلغوا الطب كمان يومين ثلاثه. ده احتمال كبير جدا. طب وريني كده كارنيه الدكتوره بتاعك. لا انا للاسف ما معيش كارنيه دكتوره، انا معايا ابوني مترو، تحب تشوفيه؟ عن اذنك عن اذنك. سلام عليكم. لا لا انا قلبي مش مرتاح للجدع اللي عمال يهلفط من بدري ده، احنا لازم نشوف دكتور. طب هنلاقي منين بقى دكتور تاني مع ابوني مترو؟ افتكرت انا اعرف دكتور. انت ما تعرفش حاجه خالص، انا حربوته انا اللي هتصرف، انت سايلنت. يعني خلاص يا دكتور محرز مش هيتنفخ ويفرقع بالكلام الفاضي ده؟ مفيش حاجه في الطب اسمها كده، جوزك صحته زي الفل. جو امال اللي بيقول انا عيان وهفرقع؟ ده احنا قلنا جاله مرض النفاخة. هو كويس وكل حاجة بس تلي بيتدلع. بيتدلع؟ طب احنا بقى هندلعه ونهستكه ونبستكه ونفستكه. محدش هيدلع محرز ويهستكه ويفستكه غيرنا. يلا بينا. قفلت ده كويس؟ اعتبره مش موجود. انت هتعمله ايه؟ ده انا عيان وانا عندي العلاج، انا مش شايف حاجه خالص. ما تقلقش احنا هنوريك كل حاجه. الدكتور قال ايه؟ قال ايه؟ قال نكتفك كويس. وقال ايه كمان؟ قال ايه؟ نكتف رجليك برضو كويس. وقال ايه؟ قال ايه؟ قال ننزل فيك ضرب لحد ما تخف. والله العظيم انا خفيت يا عم. خف كمان، خف خف كويس، خف من هنا، هنا كتير. ايوه خف خف.